بص، عجبني اللي انت قلته، فكره ان الواحد يستغل شهر رمضان علشان يبقى افضل، بني ادم افضل. وده اللي بيحصل، ان احنا بنشوف حتى نفسنا واللي حوالينا في رمضان، تلاقيهم الواحد بيطلع افضل ما عنده. والله صحيح كنت قاعده امبارح كده صحيح بفكر يا كريم، بقول هو احنا ليه مش النسخه الافضل مننا على مدار السنه كلها؟ ليه دايما تلاقي الناس بس في شهر رمضان التقوى، المعامله الحلوه، الانسانيه، التسامح، صله الرحم، الحاجات دي ليه مش بتبقى معانا السنه كلها؟ انا ما ببقاش عارفه صحيح بصراحه. صحيح فعلا نفسي ان احنا نستغل الشهر ده ان احنا نحسن من نفسنا، لأي زي ما بتقال كده الفيرجن الافضل من كل انسان، طبعا وتعم بقى السنه كلها، مش يجي العيد تلاقي بقى ايه النقيض طبعا جه. يعني نتمنى بالعكس الحاجات دي. كلنا بنغلط، يعني كلنا بنغلط، وده طبيعه بشريه، والغلط حاجه يعني في الكون موجوده وطبيعه الخلق، لكن نحاول ان احنا دايما نسعى ونبقى افضل. هو ده اللي انا بتكلم فيه، وبدايتها شهر رمضان زي ما كنا بنتكلم تبقى خطوه حلوه جدا، وخطوه جايه لك على طبق كده من فضه زي ما بيتقال، او صحيح حتى ذهب، ان احنا نستغل ده للفيرجن الافضل مننا على مدار السنه كلها.